السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو ديالي يلقاكم باحوال جيده ان شاء الله. اليوم البنات غادي نحضروا مع بعضياتنا هذه الحلوه اللي كتشوفوها، كتجي على بعجينه واحده وكيكونوا فيها جوج ديال الاشكال وشويه تغيير كل وحده، وغادي نديروا فيها مكونات اخرى. فبقوا معايا البنات باش تشوفوا المقادير ديال هذه الحلوه العجيبه. بالنسبة للمكونات، غادي عندنا هنايا زوج ديال البيضات، كيكون عندنا الحجم ديالهم شوية كبير. عندي هنايا 4 كاس صغير ديال زيت المائدة. هنا بالنسبة للزبدة غادي نحتاجو نصف العلبة 250 غرام ديال الزبدة. عندي هنايا 100 غرام ديال السكر الثقيل، اللي بغي الحلاوة كتر فيضيف واحد 50 غرام حتى 150 غرام ديال السكر الثقيل. غنحتاجو جوج ديال الخنشات ديال خميرة الحلوة على وزن 15 غرام. بالنسبة للدقيق فأنا هنايا غادي نضيف شويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه، يعني حسب الخليط. من بعد ما خلطت لنا سر جيدا الزبده مع السكر الثقيل وكذلك زيت المائده وداك البيض، فهنايا كنضيف تدريجيا الدقيق وكذلك الخميره ديال الحلوه، وكنخلطهم جيدا حتى تجانس معنا العناصر وكتكون لنا عجينه متماسكه. كيف كتشوفوا معايا البنات، فانا هنايا قسمت العجينه ديالي على قسمين اللي كيكونوا متساويين في الحجم ديالهم، وكل وحده غادي نديروا لها اضافه مختلفه على الاخرى. فبالنسبه للعجينه الاولى البنات، فانا غادي نضيف لها في اول شيء، فهنا غادي نضيف قطرات ديال لاغوم ديال الفاني، الروح ديال الفاني ولا لاغوم ديال الفاني. كيف كتشوفوا معايا كندير واحد الكميه على حسب واحد الملعقه كبيره ديال الفاني، فكتعطيها واحد النكهه خاصه. وكذلك غادي نضيفوا لها القرقعه البنات، الجوز اللي غادي يكون مبشور. هنا بالنسبه للجوز فانا حمرته شويه فوق المقله ولا في الفرن غير باش ما يمشيش به ديك الرطوبه ديالته، باش يعطي لنا واحد المذاق زوين. فهنايا درت واحد على حسب واحد الكميه، يعني عينك ميزانك وانت يعني على حسب باش ما تجيش العجينه كذلك قاسحه وعامره بزاف ديال القرقع. فانا ضفت هذا المقدار اللي شفتوه معايا قدامكم، كميه صغيره، فكان نخلطها مزيان جيدا البنات. وإلا كانت صراحه هنايا كيف كتشوفوا العجينه ديالتي شويه كتلصق ليا في اليدين، فهنايا غادي نضيف ليها بعض واحد شويشت ديال الطحين غير باش ما تبقاش تلصق ليا في اليدين. من بعد البنات غادي نشكلوها على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، كنديروها كويرات وكنديروا لها واحد الحفره في الوسط، اللي هذيك الحفره هي اللي غادي نديروا تكون عباره على التزيين ديالها. غادي نعمروها بشويه ديال الكراميل ولا الشوكولات. فكنشكلها على هذا الشكل حتى نكمل جميع الكميه ديال العجين ديالي. وهنايا كندخلها الفرن اللي كيكون الحراره ديالو متوسطه البنات، كنأكد الحراره متوسطه لان هي ما كتاخذش معنا الطياب بزاف. بالنسبه للعجينه الثانيه البنات، فهنايا الاضافات اللي ضفت ليها، هنا درت واحد الملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، ودرت ليها جوج معالق كبار ديال الماء وخلطتهم هكا حتى ذابت معنا ديك القهوه. كنضيفوها للعجين كيف كتشوفوا معايا، وغادي نضيفوا ليهم كذلك جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر غبره، فهي كتجي النكهه ديالها ديال الشوكولاته البنات. كيف كتشوفوا معايا هنايا الملعقه يعني معمره مزيان، انا درتها الكاكاو المر كنأكد عليه ماشي الكاكاو الحلو. صافي هنايا كنخلطهم جيدا حتى تجانس معايا العناصر.
من بعد ما خلطنا مزيان العجينه ديالتنا حتى تجانس معنا داك الكاكاو جيدا في العجين، فهنايا ضفت ليها واحد الكميه ديال الزنجله الابيض كيف كتشوفوا معايا. الكميه كتبقى اختياريه كذلك، ما عنديش العبار ديالتها. المهم انا حتى باش منين تخلط لينا كتبان لينا جيدا هذيك هذاك الزنجلان كيتواتى مع هذا اللون البني ديال الحلوه. كذلك نفس الشيء غادي نستعملوه مع هذه الحلوه، حتى هي غادي نكوروها على كيف كتشوفوا معايا في الصوره، وكنفندوها في الزنجلان الابيض باش تعطي لها داك المنظر الجميل جدا، وكنديروا لها واحد الحفيره حتى هي في الوسط، وندخلوها الفرن مع كيف كتشوفوا معايا مع الحلوه الاخرى. كذلك نفس الطياب ديالتهم كيكون تماما بحراره متوسطه جدا، والمده ما غاديش تتجاوز على 15 دقيقه. الحلويات ديالي من بعد ما طابو كيجيو على هذا الشكل، بالنسبه ليهم كيجيو بحال الغريبه البنات، كيجيو شويه مشقين، كيجيو شويه كيتفتتوا. فبالنسبه للحلوه الاولى فغادي نديروا لها التزيين كيف كتشوفوا معايا هنايا عندي الكراميل، فهذوك الحفيرات غادي نعمروهم بالكراميل. واللي ما عندهاش الكراميل عفوا تقدر انها دير الشكلاط ولا الكونفيتور، فالكراميل كيعطيها واحد المذاق اللي هو جيد. وكذلك غادي نزينوها بهذا الجوز، الحبيبات ديال الجوز اللي حتى هما كذلك كنصوطيوهم شويه في الفرن، ندوزوهم في الفرن باش يمشيو منهم ديك الرطوبه. فوالا البنات الحلويات ديالي كيجيو على هذا الشكل، المنظر ديالهم كيجي رائع جدا، وكذلك المذاق كيجي بنين صراحه. فبالنسبه للحلوه الاولى كيف شفتوا معايا فانا زينتها بالكراميل وجوز الهند، والحلوه الثانيه فانا زوقتها غير هكا بشويه ديال الشكلاط دايبه، فممكن انكم تفننوا في التزيين ديالكم. فصراحه كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه هذه اللي عطيت لكم، فهي وصفه سهله وما فيهاش المقادير اللي معقده. وكنضرب لكم موعد الى فيديو قادم ان شاء الله، والى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تعملونا لي لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.